لما النفسية بتنزل تحت بتطلب كحك، مش هستنى العيد ده بعيد وهياخد وقت. كلمت الحاجة سألت كانت محتاجة قفلت، قلت هجيب الوصفة وقام عالنت دخلت، بس النت قطع فنزلت الشارع لقيت الدنيا مطر فطلعت تاني. عايز صوالي كحك خلصها في ثواني، عايز الكحكاية تحضن سناني، عايز كحك بملبن، عايز كحك بعجوة، على وجود الكحك بعملي فجوة. قال حاجة يلا قولي لي وصفة، جبت سكر بودرة وفي ايدي المصفى. قالت لي وصفة يا موكوز، سمع على ودني واقف مفلوس، قولي الوصفة وانا جايب لك فانوس. قالت لي هتنقل اقول تتكلم جد؟ احلفي طيب احلفي احلفي عشان استرعي. قولي والله العظيم هديك الوصفة دلوقتي، وصفة الكحك. قولي والله العظيم هديك وصفة الكحك دلوقتي. طب انا جاهز معاك، يلا قولي. كيلو دقيق، كوبايتين ونص سمنه، معلقه صغيره خميره، معلقه سكر بودره كبيره، كوبايه ميه دافيه، معلقه سمسم كبيره كافيه، ربع معلقه ملح صغيره. صورت الوصفه بجد الحياره، اخلي ملح وضيف طبق نضيف، بعديها حط سمسم، سخن السمنه تقدح الريحه تحفه، يلا بسرعه شم شم، حط السمنه على الدقيق قلبها لحد ما يبرد الخليط، هنسيبها. قلب السكر والخميره في ميه دافيه وسيبها، هنضيف العجينه ونخلطها جيدا، لو ما عملتش كده ممكن تطلع سيئه، هنسيبها تتخمر ساعه. شكل العجينه كور على حسب الحجم المفضل بتاعك، نغطيها في صاج الفرن ونرشها بالمنقاش كده. جو عيد مع انه ما جاش، سكر بودره على الوش ما تنساش، قلب مسخن ما تستناش، عايز حاجه تانيه قلت ما نستغناش، فقالت لي ما تستسكاش. عايز افطر كحك العيد كحك العيد، عايز اتعشى كحك العيد كحك العيد، ممكن اتغدى كحك العيد كحك العيد، واكيد هحلي كحك العيد كحك العيد. الو السلام عليكم، سوبر ماركت الامانه والشرف والنزاهه. انا كنت طالب 25 كيس من اللي هو الكيلو السكر بودره، ما جاليش من اكتر، انا طالب من حوالي 9 دقايق، محتاج اكلم حد يعني مدير او حاجه.